بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان اينما كنتم عبر قنوات الكاس، ناتيكم هنا من خلال الجولة السابعة من بطولة دوري نجوم كيون بي، اللقاء الذي يجمع ما بين نادي قطر يستضيف من خلال نادي السد. هو لقاء مهم لا شك في ذلك، يجمع ما بين الملك والزعيم، يجمع ما بين القمة وهو السد، وما بين القاع وهو نادي قطر من خلال هذه المباراة. لقاء أيضا إن ما أردنا أن نتحدث عن تفاصيله فإنه لقاء يجمع ما بين تشافي هرنانديز أمام سامويل إيتو، من كان يصنع له الأهداف هناك في برشلونة. الآن الأمور مختلفة وجها لوجه ما بين إيتو وما بين تشافي، هي صورة لقائدي الزعيم والملك من خلال هذه المباراة. نعم، لم يعتقد الكثيرون أن يلتقيا بعد كل هذه السنوات، دعوا هذه الرحلات، ولكن الآن هنا يأتي إيتو ويفضل تشافي عليه الاختيار. نعم، صنعت لك كثيرا، فرحنا سويا مع برشلونة، لكن اليوم الأمور مختلفة، الأمور مغايرة تماما. هناك من يبحث أن يلحق بالصدارة بعدما انفرد نادي الاتحاد الذي انتصر على الأهلي قبل هذه المواجهة وانفرد بصدارة بطولة الدوري، ولدينا الآن السد الذي يريد العودة. نعم، يريد العودة إلى الصدارة ومساواة النقاط مع نادي الاتحاد. أما نادي قطر هنا في سادس حيان بن حمد، يريد مع هذا المدرب في آخر مباراة له يوسف النوبي، نعم آخر مباراة، لأن بعد هذه المباراة سيأتي سيرخيو باتيستا ليقود نادي قطر وهو موجود، وراح تشوفونه إن شاء الله مع مجريات هذه المباراة بإذنه تعالى. عموما هي فرصة لنادي قطر، إذا ما يقولون لك إذا ما أردت العودة، إذا ما أردت النهوض، إذا ما أردت أن تكون مع الكبار مرة أخرى، عليك أن تنهض أمام فريق كبير، عليك أن تنهض أمام زعيم، عليك أن تنهض أمام أحد كبار القوم في دوريك. نعم، هي فرصة لنادي قطر لأن يفعل ذلك. هل هو قادر أم أنني أبالغ في ذلك، أم أن لا يوجد أحد يستطيع إيقاف الزعيم، لا محليا لا آسيويا لا في أي مكان من خلال قارة آسيا، وسنتابع ذلك اليوم أمام قطر والأسبوع القادم أمام بيرسوبولوس الإيراني. كل التوفيق بإذنه تعالى للزعيم آسيويا، وكل التوفيق للفريقين هنا من خلال هذه المباراة. عموما يدير هذا اللقاء عندنا حكم المباراة محمد أحمد الشمري، مساعد أول يوسف الشمري، حكم مساعد ثاني محمد عبد العزيز، الحكم الرابع إبراهيم الدوسري، حكم مساعد إضافي أول خميس الكواري، وحكم مساعد إضافي ثاني معتصم المزيد. عموما مشاهدينا، يأتي لدينا نادي قطر في الجهة اليسرى باللون الأصفر والأسود كالعادة، والسيد يوسف النوبي هذا المدرب اللي قال نحترم السد ولكننا لا نخشى السد. نعم، قال هذا الكلام في المؤتمر الصحفي. يأتي بجاسم الهيل حارس للمرمى، رباعي خط الظهر في الجهة اليمنى راشد محمد 92، عمار حسين اليمني رقم 4، محمد الجابري 5، رامي فايز رقم 3، وسط الملعب 8 عمر العمادي، 6 علي جاسمي، 15 احمد معين، ولدينا المقدمة لعلي عوض 11، اسامة اومري اللاعب السوري رقم 10، وصامويل ايتو بالرقم 81. دلالة وإشارة إلى مواليد اللاعب صامويل إيتو، مواليد 81، 37 سنة لصامويل إيتو. السد مش على برشل في حراسة المرمى، على الرغم أنه اللي تابع واللي طالع واللي يشوف سيجد بأن سعد دوسري عادة ويتواجد في دكة البدلاء. هنا لدينا المحاولة عن طريق إيتو،
الكرة الأمامية المطالبة بخطأ لمصلحة سامويل إيتو، لكن حكم اللقاء يرى بأن الأمور عادية طبيعية في اللقطة الماضية. عموما فيريرا يأتي بمشعل برشا في حراسة المرمى بالنسبة لنادي السد، خط الدفاع عبد إسماعيل في الجهة اليمنى، بيدرو خوخي بعلام قلبي دفاع، عبد الكريم حسن في الجهة اليسرى، جابي وسط الملعب بجواري سالم الهاجري، أمامهم راح نشوف تشافي، عندك على الجهة اليمنى علي أسد 8، أكرم عفيف 78، بغداد بنجا 11، والبداية الله على كرة عدت ومرت. نعم عند الدقيقة الثانية كاد السد أن يفتتح التسجيل، نعم منذ البداية منذ الانطلاقة، وإن سجل السد أعتقد بأن السؤال اللي سأله الكابتن بشار عبد الله للكابتن القدير عبيد جمعة في الاستديو التحليلي قبل دقائق من هذا اللقاء، قال لو سجل السد مبكرا، كان يسأل الكابتن عبيد وعبد الله بشار يقول له لو سجل السد مبكر لاعب قطر نفسيا ايش راح يقول في نفسه، وهذا امر على فكره خطير للغايه، لان ممكن تكون مجزره تهديفيه جديده على مستوى بطوله الدوري اذا ما شاهدنا قطر باسلوبه في الايام والاسابيع الماضيه، والسد بشهيه المفتوحه ايضا في الاسابيع الماضيه. هذا امر فيه ربما نتائج كبيرة تحدث في لقاء اليوم. عموما السد ثانيا كما ذكرت بعد انتصار التحيل لديه 5 مباريات عند لقاء مؤجل، فاز في 4 تعادل في لقاء، لم يخسر أي لقاء نادي السد، سجل 26 هدفا وسجل في مرماه فقط 2 السد بس في مرماه 2، ومسجل 26 من 5 مباريات. نعم إنه نادي السد لديه 13 نقطة، أما نادي قطر لعب 6 مباريات، انتصر في مباراة، تعادل في لقاء، خسر في 4 مواجهات وسجل 7 فقط وعليه 11 هدف، سجل بس 7 نادي قطر، في حين أن السد مسجل 26. تدرون أن أكرم عفيف الحالة بس مسجل 7، بما معنى أن كل لاعبي قطر سجلوا 7 وأكرم بس الحالة مسجل 7 مع نادي السد. هذا اللي يقولون عنه يدل المرمى صح، يدل عدل، يعرفه زين. نعم إنه بغداد منجح مشاهدينا، نعم في 5 مباريات 13 هدف سجلها، 7 في العربي 2 في الريان. هنا لدينا محاولة علي أسد لعيب، نعم إنه لاعب بطراز عالي ورفيع، يعود من بعد إصابة لمت بهذا اللاعب أبعدته كثيرا، لكن أعتقد عودة علي أسد إلى المباريات مرة أخرى ستعطي الكثير هجوميا لنادي السد، لأنه لاعب بطراز شابي. احنا كنا نقول قبل لا يجي تشافي ان علي اسد هو تشافي، ممكن يكون انيستا مع تشافي. اليوم علي اسد كرته حلوه، كراته جميله، لعبه ممتاز. هنا لدينا محاوله لكن معلام يخطئ، وهنا لدينا خطا لمصلحه نادي قطر، سقوط في ارضيه الملعب. شوف هذه المحاوله، هنا حاول علي اسد لكنها وصلت الى حارس المرمى. شوف هذه فيها فاول مثلا، هل فيها يعني ركلة حرة غير مباشرة؟ حكم اللقاء محمد الشمري يرى بأنها يعني لم، ما تدري يعني أعاد الكرة، هو أعاد الكرة عاد متعمد غير متعمد عاد ما أدري هو القرار يعني لحكم المباراة. لدينا الآن خطأ في مكان جيد، علي جاسمي على تنفيذ الكرة الأمامية لاستلام الموجود، لكنها أيضا مقطوعة تصل لمصلحة بيدرو، مرتدة للسد، لكنها أيضا برافو لدينا لرامي فايز في الجهة اليسرى. تشافي في وسط الملعب القائد، نعم القائد، واحد يقول تخيل تشافي ها يعني يتذكر أيام برشلونة ويصنع لإيتو ويسجل في مرمى السد، عادي
عادي جدا، لكن هذه وهنا الكرة والمطالبة بركلة جزاء لعلي أسد. حكم لقاء يرى بأن أيضا الأمور عادية طبيعية ويدعو للاستمرارية في هذه الكرة الماضية. شوف هذه تمريرة تجافي لعلي أسد، والله يعني ها كاميرا ثانية وأعطيكم القرار 100%، لكن الكرة تصل إلى مشعل برشم حارس مرمى نادي الزد. كرة الآن تصل إلى سالم الهاجري في وسط الملعب، لدينا الكرة لمصلحة تشافي. علي أسد، الله، تمريرة ممتازة، عبد الكريم حسن من الجهة اليسرى، يمر كريم، لكن كرة كريم طارت إلى خارج أرضية الملعب، وبكل ذكاء محمد الجابري يحط جسمه شوي مع عبد الكريم، وبعد ذلك الكرة تأتي بهذه فيها يقول لها الكاميرا شو تقول؟ فيها مسك. واحد يقول لا عاد مو مسك ذاك المسك، ما في مسك، مو مسك، خلاص انتهى الموضوع. الكاميرا اللقطة الثالثة تقول ركلة جزاء، ربما أراها أقرب إلى أن تكون ركلة جزاء لمصلحة نادي السد، تحديدا للاعب علي أسد، لم تحتسب من حكم لقاء محمد الشمري. لدينا الآن كرة عن طريق خوخي اللي اليوم يعني لا يتواجد في وسط الملعب، أحيانا نشوف النص، أحيانا نشوف لا. هنا لدينا تمريرة ممتازة وصلت لبغداد، بغداد الجهة اليمنى فيها حامد، يفضل المرور، يفضل التوغل، يفضل علي أسد، علي أسد عرضية إلى خارج أرضية الملعب. للحين ما سخنوا، للحين ما لعبوا، يعني هي تأتي الأهداف مرة واحدة، سبحان الله، تجيك 10 دقائق. أنا أقول لك يوسف النوبي يا ساعة، نعم هي 10 دقائق، وهذا اللي جاي يشوف. قال لهم لا ما أمسك، أنا جاي خلوني أطالعهم في أرضية الملعب، خلوني أشوفهم في أرضية الملعب. ومن المباراة الجاية، سيرخيو باتيستا، نعم سيرخيو باتيستا، هذا الأرجنتيني صاحب 55 سنة، اللي درب الأرجنتين، درب أيضا منتخب البحرين، درب أندية في الصين، شنغهاي، شينوا الصيني، درب أرجنتينوس جونيور، كل هذه، لكن صار له 2 سنين تقريبا واقف عن التدريب، الآن يأتي لتدريب نادي قطر. ومن الجولة القادمة، نعم الإخوان في إدارة نادي قطر يعني تحدثوا إنه والله ما راح يكون له أي تدخل اليوم، يعني على الإطلاق جاي بس يشوف، في مباراة اليوم والمباراة الجاية، نعم يعني نشوف إذا هو قادر، يعني قصدي إذا يعني المباراة الجاية هو راح يمسك رسميا سيرخيو باتيستا. هذا إيتو يحاول إيمور معلام يبعدها تعود بعد ذلك. يعني أنت اليوم عندك واحد من أتلتيكو مدريد، وواحد من برشلونة، وريتو يعني من أغلب إسبانيا، لأن إيتو هو بدأ في مدريد، لكن يعني مدريد ما خلاه، مدريد كان عيره كثير، عاره لليجانيس، عاره لإسبانيول، عاره لمايوركا، ثم انتقل طبعا إلى مايوركا، ومن ثم برشلونة، وبدأت رحلة التألق الكبيرة. لدينا الآن تدخل من أحمد نعيم في هذه اللقطة، خطأ في مكان ممتاز للغاية بالنسبة لنادي السد عند الدقيقة 12، نعم من أحداث شوط اللقاء الأول. التدخل كان على اللاعب بغداد بنجاح بن أحمد معين، كان في لمس خفيف على قدم بغداد، ومن ثم كمل على الكرة أحمد معين. خطأ في مكان جيد، عندنا مين هذا بغداد، وعندنا يعني حسب تشافي راح يخليه، ما أعتقد
ما أعتقد أنه راح نشوف تشافي هو من سيسدد هذه الكرة في مكان، يعني نتكلم عن 23 متر بالنسبة لهذا الخطأ تشافي على تنفيذ الخطأ لمصلحة السد. هل نشاهد أول أهداف هذا اللقاء الآن؟ تأتي عن طريق الإسباني، عن طريق أحد أجمل الأسبان، نعم كرويا أتحدث عن تشافي في مكان جيد جاسم الهيل، وتشافي ياما سجل أهداف من كرات ثابتة. 23 متر فقط تفصل أول أهداف السد، الكرة تصطد جول، الله التسجيل، بل أخشى بأنه يفتتح أكبر من ذلك، يفتتح أكثر من ذلك. كرة لم يكن فيها متسللا حامد بأول أهدافه هذا الموسم في مرمى قطر. حامد يا جامد حامد، نعم بهذه الطريقة في مرمى جاسم الهيل. لم يكن تشافي فإنه حامد يسجل أول أهداف الزعيم السد في مرمى نادي قطر. بدينا هذا واحد، ويا خوفي من الجاي، يا خوفي من الجاي. سجل متى؟ في الدقيقة 13، إذن في أول ربع ساعة يسجل السد. أخشى على قطر انهيار آخر كما انهار كل من قابل السد هذا الموسم. السد ما خلى حد في حاله، لا خريطيات سلام، لا ريان سلام، لا عربي سلام، الكل ياكل خمسة، ياكل عشرة، ياكل ستة، ويروح ويمشي وعيد حساباته ويغير، يعني الله يعين اللي جاي. لكن لدينا الآن أكرم الكرة العرضية، لكن جاسم الهيل ينقذ الهدف الثاني بعد رأسية لعبت لدينا من هذا الرجل الذي يعني واحد يقول راح يسجل، ما سجل الآن راح يسجل بعدين، يعني هي مسألة وقت وراح يأتي الآن. شوف هذه هي كرة الهدف، صدت بإيتو وبعد ذلك تحولت إلى حامد إسماعيل ليسجل الهدف الأول على جاسم الهيل. واحد من حامد، نعم. وهنا أكيد سعيد جدا جوزفالدو فيريرا انه اصبح يعني مو بس عبد الكريم حسن يسجل، لا ايضا حامد يسجل. هنا لدينا الكره وصلت لتشافي، تشافي تمريره الى اكرم لكنها تصطد في دفاع نادي قطر، تعود بعد ذلك الى جابي. شوف السد يسجل عليك جول، وهذه نصيحه، بلا عنتريات يعني سجل جول ابي اتعادل، لا هذه لسه خلوه، هذه خلوه. انا ارى مع احترامي وانا مع منطق كرة القدم اللي يقول انه كرة القدم تلعب في الملعب، وان كرة القدم تعطي من يعطيها، وان كرة القدم مجنونة، لكن السد عدلوها. نعم نادي السد عقلوا كرة القدم في دورينا، لم تعد كرة القدم مجنونة في دورينا هذا الموسم مع نادي السد على الإطلاق، صارت كرة القدم مؤدبة تماما مع نادي السد. هنا لدينا هذا السوري الجميل أسامة أومري ينقلها للجهة اليمنى للاعب محمد أو راشد محمد، هو الكرة بعد ذلك إلى خطأ لمصلحة نادي السد. نعم كرة تصل عن طريق تشافي،
نقل الكرة في وسط الملعب، علي أسد يعيدها إلى بيدرو، بيدرو إلى علي أسد، نقلات موجودة وصلت لدى جابي في وسط الملعب، جابي في الجهة اليسرى تعود من بغداد، وصلت إلى عبد الكريم حسن، نقلات بالنسبة للسيد خوخي معلم. ما في لاعب، ما في لاعب يعني أندر، يعني ما أدري، يعني الكل أبجريد في نادي السيد، الكل أبجريد في السيد، اللعيبة نعم وين ما تحطه ماشي، ما في لاعب في السيد ما ينفع منتخب، ما في لاعب في السيد. قلت الله 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 يا أخي جابي يمرر، يشوف، يطالع أكرم حبيب للثاني، لكنها وصلت إلى جاسم، الكرة أمامية الآن، علي عوض للسلام موجود مع أسامة أومري يبحث عن إيتو، لكن الكرة أطول أبعد، لا تصل إلى إيتو، تعود سريعة لمصلحة نادي السد، لدينا الكرة في وسط الملعب، تصل في الجهة اليمنى الآن لحامد، أمامية بغداد يسدد، تصل تتحول إلى ركلة زاوية لمصلحة نادي السد، هذه الكرة الماضية الجميلة وتمريرة جافي، جافي لحين نظراتك، لحين كراتك، لحين الأسيست، هذا ما يخلص، مصنع، ما في إكسباير، ما في تاريخ انتهي، انتهاء على الإطلاق، جول، لكنها تموت، لا زالت الخطورة موجودة بالنسبة لي، ستصل إلى عبد الكريم، يحاول تصل بعد ذلك جافي في الجهة، أو هذا جافي، هذا جافي هذه عرضية لكنها تبعد إلى رمية جانبية لمصلحة السد، يتسيد نحو يلعب في جاسم الحمد، يلعب في ملعب إصحاب الحمد، كل واحد مكيف من غير مكيف، كل واحد بالنسبة لنادي السد، لا تختلف الأمور، بل إن الهدف واحد وهو هزيمة الخصوم، وهذا ما نرى، كرة تلعب على القائم الأول، خطيرة تبعد من نادي قطر، تعود بعد ذلك عن طريق بيدرو تصل الآن لجابي، جابي كرة أمامية لعبد الكريم، عبد الكريم عرضية، جول، الثاني جابي كريم بغداد، هدف ثاني للسد في مرمى قطر، أخشى من عشارية ثانية على مستوى بطولة الدوري، لأن بالسهل يسجلون، بالسهولة نعم يسجلون في مرمى نادي قطر، هذا السجلة عندك 2-0 عند الدقيقة 20، بغداد إذا سجل هدف لا يتوقف على الإطلاق، تخيلوا بغداد عند الجولة السادسة الآن، بغداد عند الجولة عفوا السابعة الآن، ولكن السد يلعب المباراة السادسة عند 14 هدف بهدف اليوم، عند 14 هدف بغداد بهدف اليوم، يعني بغداد ضرب 2 كل ما سجل نادي قطر عند 7، بغداد عند 14، بهدف اليوم، وخاف يصيرون 21، ما أدري خوفي على الملك أن يتنازل عن عرشه اليوم أمام نادي، لكن خلونا أقول لكم معلومة، إنه أكبر نتيجة سجلت للسد على نادي قطر 5-2،
أكبر نتيجة السير سجلها على نادي قطر في 2012 5-2، وأكبر نتيجة سجلها قطر على نادي السد هي 5-2 في 2002. اليوم هذا الرقم سيكسر، اليوم هذا الرقم أعتقد بأنه سيكسر، بل إنه سيتحطم من خلال هذه المباراة. الكرة الأمامية لا بوادر على الإطلاق. واحد يقول يا أخي قطر موجود في أرضية الملعب، لا أرى ذلك، لا أرى إلا فريقا واحدا حتى هذه اللحظة. محاولة إيتو بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. نذكر الله، إي والله نذكر هذا قطران. شوف واحد قاعدة قطران من يمين، الجلسة جلسة قطران. النوبي سريح السريح، نعم ارتاح شوي يا يوسف النوبي، نعم لأن هي مسألة كما ذكرنا. يعني شوف واحد يقول صلع النبي، هنا عيني على كل لاعب في السد بارد، وما شاء الله وتبارك الله. وعلى فكرة هذا الكلام كنا نقوله في الدحيل، كنا نقول الدحيل الموسم الماضي، لكن شكل العين زادت على الدحيل وصار اللي صار. لا مدربتين، لعيبة من إصابة لإصابة، والعين حقي والعين حقي. واللي صار في الدحيل بين يعني مشكلة مدرب ما تدري من إيش، لكن صار. لا الله أعلم. هنا لدينا عبد الكريم في الجهة اليسرى، مفتاح لعب رائع جدا بالنسبة للسد في الجهة اليسرى، ورمية جانبية. الآن يقول الحكم محمد الشمري لمصلحة نادي قطر، نعم يرى بأن هي نعم رمية جانبية لمصلحة نادي قطر. علي جاسمي على تنفيذ الرمية الجانبية. نتكلم منطق واحد بعيدا عن ما يفعل السد الآن. كل ما يفعله السد الآن خايف الروع وجميل للغاية، لكن أرى بأن السد نعم السد عليه أن يتوج كل هذا بالوصول إلى المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا. قادرين؟ نعم 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 نعم. وثارنا من بيرسوبولس مخذينا بالنسبة. الله لو ما كانت جول يا أكرم، لو ما كانت جول. مو محتاجة هدف يا أكرم، نعم مش محتاجة أن يسجل أكرم جول، لأن هذه جول كرة تشافي جول، تمريرة تشافي جول، أسيست تشافي جول بالنسبة لأكرم عفيف. يا أخي عندك صراف أهداف. أنت عارف تشافي في علم المصارف والبنوك. نعم جابي في علم المصارف والبنوك، هو تشيك على بياض. انت كمهاجم تجي هاوي تحط الرقم اللي تبي. يعني تقول مثلا انت مع تشافي، ها تقول والله تشافي ابي اسجل ثلاثه، يقول له معلش عندك 5 اسيست، اختار لك اي ثلاثه منهم وسجل. عادي جدا هذا تشافي، وما يفعل في بطوله الدوري نعم امر كبير للغايه، في خاصه هذا الموسم ومع انسجام البقيه، لان تفرغ تشافي بعد قدوم جابي ومع قدوم الكوري الذي يغيب هو وحسن الهيدوس عن هذه المباراة. خلاص مزج عند اثنين ورا، يقطعون الكرات، يعملون بالمهام القاسية استرجاع الكرة. أنا خلاص مخي وين؟
على بغداد وعلى على اكرم وعلى اللي جايين يبون يسجلون. انا هني اضبطهم، انا هني اصنع لهم الكرات لتسجيل الاهداف. كره في الجهه اليمنى وصلت الان عن طريق حامد صاحب الهدف الاول بالنسبه للسد، تعود بيدرو ناحيه خوخي بو علام ينقلها في الجهه اليسرى. كريم نعم موجود، عبد الكريم حسن الى اكرم عفيف، جبهة يسرى جميلة للغاية، نشيطة للغاية، سريعة مهارية، يعني يقول عنها نعم ما تريد أن تقول عن الجهة اليمنى. تشافي وصلت إلى حامد، حامد يعيدها للخلف عن طريق بيدرو. 27 يفعلون ما يشاءون في أرضية الملعب، ولا حول ولا قوة بالنسبة لنادي قطر حتى هذه اللحظة. كرة الآن تلعب ما في شيء على الإطلاق، وصلت إلى بغداد، بغداد بغداد بغداد، منجاح يحاول يمرر، أكرام يمر، الله الله على كرة ماضية، هذا علي أسد يضيع أيضا هدف آخر. حسب اللي يضيع وحسب اللي راح يتسجل وحسب اللي قاعد يصير وحسب اللي ما راح يصير وحسب اللي والله تحسبون راح تتعبون. هذه الكرة الماضية علي أسد بعيد تماما عن المباريات حتى الآن. علي أسد يبحث عن هدفه، عن هدفه الأول مع السد من خلال هذا الموسم. كرة في وسط الملعب عن طريق جابي، جابي علي أسد، مرور ممتاز، الله على الكرة لكنها ما كملت ما وصلت، عادت لمصلحة قطر. يلا يا ملك، تذكر بأنك يوم من الأيام كنت تقارن، وقبل سنوات قليلة فقط كانت هذه المباراة تعد من المباريات الأجمل على مستوى على مستوى على مستوى. تشافي أسس الجيك على بياض، مرر لأكرم عفيف وقال حط الجول اللي تبي حط. الله يا عيني، أسس فوق أسس تحت، أول مرة في حياتي أشوف أسس على الطاير، أسس على الطاير. وين صارت؟ وين صارت؟ نعم هنا تحدث مع جابي. تبي الاسيست دبل كيك، تبي الاسيست على الطاير، تبي الاسيست بكل الاشكال والانواع، تجد نعم تجد ثلاثة. وخلونا نشرب ماي ونصلي على النبي، نعم السد يضرب بالثلاثة بالنسبة أمام نادي قطر في كرة. شوف 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 شوف, شوف. هذا 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 شلو ها أقول يعني 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 كرة لعبت بطريقة غاية في الروعة بالنسبة لي جابي. قال له روح يا أخي على الطاير يا أخي، يا أنت أنت شوف شوف، هو هو خلي الاسيست، خلي الاسيست على الطاير، ما تخاف تروح قويه، انت انت انت, انت لعيبه كره القدم اسيست على، ما تخاف تروح قويه الكره شلون يعني. على على فكره اكرم عفيف ما لمس الكره، لمسها لمسه الجول، يعني مو محتاجه مو محتاجه. انت ايش انت شافي، ما يبيلك ما يبيله ما يبيله، يقدم مباراة غاية في الروعة السد، وثالث الأهداف نعم عن طريق جافي، أو عن طريق والله عن طريق جافي. هذا الجول الثالث جافي اللي سجله الأكبر، الجول الثالث جافي هو من سجل الهدف الثالث لمصلحة السد. وثلاثة لا تهون، أنا أقول لك أنا أقول لك لا تهون، ترى هذا السد قولوا له، واحد يطلع له الان فوق الى سيرخو باتيستا يقول له ترى هذا السد، الانديه الثانيه غير، الانديه الثانيه تقدر، لكن هذا السد لا تهون، مو كلهم نفسه مو كلهم نفسه.
ايه ترى عادي روح اختار وما تشوف. كرة الان في الجهة اليسرى وصلت لمصلحتي بيدرو. لم نشاهد ايتو على الاطلاق هجوميا، لم نشاهد اسامة اومري على مستوى الصناعة، لم نشاهد وسط حقيقة نادي. لكن انت تعال لنتحدث ايضا بالمنطق مشاهدينا. ثلاثي خط وسط نادي قطر، مين؟ عمر العمادي والنعم، احمد معين ايضا كذلك، ومين معهم؟ علي عوض. ثلاثي وسط الست مين؟ جابي، جافي، علي اسد، سالم الهاجري. يعني انت 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 فاهم، وصلت فمن الصعوبة للغاية أن تجاري هكذا نسب، أن تجاري هكذا إكواليتي لعب حاضر وموجود. كرة أمامية، ما حدش أحسن من حد. نعم هذه الإمكانيات الموجودة الحاضرة هنا لدينا. محاولة تعود، ولا يعني أقول لك عادي جدا ما يحدث. لدينا الآن كرة في وسط. الله شلون مر هذا اليوم، يبي عقدنا بكرة القدم. محاولة وصلت لدى أكرم إلى علي أسد. أسد يمرر، وكلهم باصين اللي في وسط الملعب بالنسبة للسد، كلهم لعيبة من طراز عالي. يعني بتعطي علي أسد على فكرة. عارف شوف جابي راح اعتذر من العمادي، قال له معليش أوليه، هذه أوليه وانت رايح، هذا اليوم رايق. إيه لا هذا ناضي على الآخر اليوم جابي هرنانديز. من خلال هذه المباراة ما يصنع، أعتقد لو كان ولا زال في برشلونة لقدم مثل هذا العطاء. لدينا الآن كرة منقولة في الجهة اليمنى عن طريق حامد إسماعيل. سالم الهاجري وصلت لعلي، أو هذا أكرم ينقلها، لكنها أيضا مقطوعة عن طريق إيتو. محاولة، يلا يا ملك نخلص النتيجة، نحاول أن نفعل شيء على مستوى خط المقدمة. الآن إيتو، سامويل يتابع سامويل، يشوف يقول إيه والله هذه الكرات كانت دائما ما تكون بالنسبة له من جابي على مرمى الخصوم. عبد الكريم حسن في الجهة اليسرى. 35 دقيقة مشاهدينا متابعينا في كل مكان. السد حتى الآن يضرب بالثلاثة ويستحوذ بشكل كبير على الكرة، بل إنه كان لديه فرصة أكثر لأن يسجل عدد أكبر من الأهداف في مرمى نادي قطر. كرة في آخر عشر سنوات تقابل الفريقان 18 مرة. ليش 18؟ لأنه لا ننسى هبوط نادي قطر مرة، لذلك كان مفترض أن تكون 20 في آخر، نعم في آخر 10 مواسم. نعم ما بين الفريقين 18 لقاء. السد فاز في 9، قطر فاز في 6، وتعادل الفريقان في 3 لقاءات، ولم ينتهي ولا لقاء بتعادل سلبي، ولا لقاء انتهى بالتعادل السلبي. دائما ما تكون الأهداف حاضرة ما بين الفريقين. هنا لدينا كورة وتدخل قوي، نعم، وبطاقة صفراء أولى تأتي على اليمني عمار حسين. أن تترك الكرة وأن تحرم من الكرة في 35 دقيقة بشكل كبير للغاية، فموضوع ينرفز شوي. لذلك ترى بأن يعني عمار حسين دخوله بهذه الطريقة يريد أن يلمس، ربما الكرة تدخل بقوة على اللاعب أكرم عفيف اللي سجل هدف، بغداد سجل هدف، حامد إسماعيل سجل هدف في شوط اللقاء الأول. لدينا الكرة وصلت الآن عن طريق جابي تنقل بعد ذلك تصل إلى خوخي أبو علام، ينقلها في وسط الملعب. الكرة المنقولة لجابي، جابي ممتازة، أكرم يمرر لكنها أطول
من اللازم حاول أن يلعب الكرة لعلي أسد لكنها مرت بهذه الطريقة. شوف الكرة الماضية من أكرم اللي حاول أيضا لكنها كانت قوية من أكرم عفيف. شوف فرق التمرير باطل القدم، الكرة على الأرض ولعبها أكرم عفيف قوية وجاب الكرة في الهواء ولعبها على الطاير وجات بالملي من جهل. أنا ما ببين لك الفروق ما بين اللعيبة، أنا ببين لك شغلة صعوبة تمرير الجابي فقط لا غير. هنا لدينا كرة أمامية لكنها أيضا مبعدة، تصل مرة أخرى لأكرم عفيف. أكرم يلعب الكرة العرضية ناحية بغداد لكنها أطول من اللازم إلى خارج أرضية الملعب. جميل ما يقدم الفريق، جميل ما يقدم السد، أن تصل إلى النضج والاستقرار وأن تكون خياراتك ممتازة. نعم فهذا أمر في غاية الأهمية. كرة لدينا للأمام لكن يتوقف جابي بعد تمريرة كانت موجودة من علي أسد على ما أعتقد نعم، لكنها وصلت بعد ذلك لمصلحة نادي قطر الذي لم يتجاوز حتى الآن خط المنتصف. يبدو بأن هناك تبديل مبكر، خلاص خلاص خروج يعني من راشد محمد. وراشد محمد يتم تغييره الآن لأنه هو اللاعب الوحيد تحت 23 سنة، ويأتي عوضا عن اللاعب حسين علي اللاعب العراقي. الآن حل وعسى تتغير كثير من الأمور على مستوى خط المقدمة. إذا حسين علي اللاعب العراقي بالرقم 9 يأتي الآن في تشكيلة نادي قطر بعد مرور تقريبا 38 دقيقة على مجريات شوط اللقاء الأول. كرة في الجهة اليسرى لمصلحة نادي قطر عن طريق حسين علي، يمر في الجهة اليمنى بصورة جيدة حسين علي. الآن دخوله مع هذه المجموعة هو وأسامة أومري، خاصة حسين علي لاعب مهاري لاعب جيد ربما يصنع شيئا على مستوى خط المقدمة. هنا علي عوض ممتاز، الكرة إيتو النتيجة 3-1. نعم يسجل في مرمى السد إيتو بهدف ولا أروع. نعم في مرمى مشعل برشم حارس مرمى نادي السد صارت 3-1. يرجع قطر والله لا تعلم بعد دخول حسين علي شوية تحس إنه في حركة في عمل، لكن راح نشوف راح نطالع شلي من الممكن أن يحدث الآن. مرت بسلام على مرمى جاسم الهيل إلى خارج أرضية. عارفين الحلو في المباراة شنو؟ إنه تو إيتو مسجل، الآن كان السد أن يسجل الهدف. يعني في كل هجمة في خطورة، في كل هجمة ممكن انك تشاهد هدف، في كل اللعب على المرمى بالنسبة للفريقين اصبح الان اللعب ممتع اكثر. الامور عادي جدا ان نرى هناك اهداف اخرى قادمة من خلال هذه المباراة. علي اسد، حامد اسماعيل،
في الجهة اليمنى، الكرة تستطيع تعود على حسين علي. يلا مرتدة للملك، هذا صامويل إيتو يبحث بيده، يتابع، يمرر إلى علي عوض. هنا الاستلام إلى علي جاسمي في الجهة اليمنى، تعود بعد ذلك عوض أحمد معين في وسط الملعب، تغيير اتجاه اللعب بصورة ممتازة. وصلت الآن إلى رامي فايز، بشمالها إيتو لكنها تطول إلى رمية جانبية. تحس جرعة فيتامين دخلت وليس حسين علي، نعم جرعة فيتامين ادخلت بالنسبة لنادي قطر وليس العراقي حسين علي، غير كثيرا في شكل المباراة وأصبحت الأمور مغايرة قليلا عما كنا نشاهد في 38 دقيقة قبل أن يسجل إيتو الهدف الأول بالنسبة لنادي قطر. كرة عادت محمد جامري، لا شيء نخسر بل خلونا أن نحافظ على اسم نادي قطر. كرة للأمام بعد الله على عمر العمادي الذي يقطع الكرة الماضية. هنا لدينا أحمد معين، نقل الكرة بصورة ممتازة في الجهة اليسرى، هذا القصير، هذا المكير، هذا العراقي يابع، يمرر لأسامة أومري في الجهة اليسرى، الكرة تأتي لرامي، عادت إلى أسامة أومري، تغيير اتجاه اللعب. الله، بدأ الملك يمسك الكرة، بدأنا نشوف نادي قطر. هذا صامويل إيتو، عندنا علي جاسمي الثاني لكنها تبعد من خوخي وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. شوف سبحان الله، عندما يتجرأ الملك تصبح الأمور مغايرة، عندما يتجرأ الملك تصبح الأمور مختلفة تماما، وكأنما فريق آخر أصبح في الدقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة. لدينا الآن كرة علي جاسمي، الكرة العالية رأسية من اليمني، لدينا عمار حسين. هذا عمار حسين لديه بطاقة صفراء مشاهدينا، بطاقة صفراء لعمار حسين، ولدينا ركلة مرمى لمصلحة نادي السد، وكأنما الأمور يعني تغيرت، يبدو بأن دخول هذا اللاعب حسين علي ربما غير كثيرا من ثقة لاعبي نادي قطر في أرضية الملعب، وأصبحت الأمور متزنة، أو لربما أحد آخر يرى بأن نادي السد ربما قل مستوى، شاف أن الأمور كانت سهلات بالنسبة لنادي السد، لذلك تغير رتم المباراة، أقل عطاء لاعبي نادي السد الآن، ونادي قطر ربما يستفيد من هذا الأمر مع نهاية أحداث شوط اللقاء الأول. وإن سجل قطر ربما الهدف الثاني تصبح الأمور مختلفة تماما. هنا الكرة إلى رمية جانبية، يحاول حسين علي عودة علي الأسد في الكرة الماضية، لدينا رمية جانبية، الكرة تأتي من عمر العماني، عمار يعيد إلى حارس مرمى جاسم الهيل. الدقيقة الأخيرة مشاهدينا متابعينا، الكرة المنقولة في الجهة اليسرى لكنها بالرأس تبعد، تصل من سالم الهاجري لدى جابي. 3 دقائق مضافة مشاهدينا على أحداث شوط اللقاء الأول، والكرة الآن فرصة لكنها وصلت إلى جاسم الهيل. علي عوض، تدخل يأتي من عبد الكريم حسن إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، علي جاسمي في الجهة اليمنى ينقل الكرة لمصلحة علي عوض، ممتازة التمريرة، أحمد معين في وسط الملعب، صامويل إيتو يبحث إيتو، لا زالت لديه الكرة، إيتو يجد علي عوض في الجهة اليمنى، علي إلى إيتو، الله على تمريرة إيتو، وكأنما
فريق مختلف في هذه المباراة. نعم شو اللي حصل؟ حد يفهمني أنا مش فاهم. أحد يقول لي أنا ما أدري شو اللي حصل. إيتو نزلت الخطورة الخطراوية للثاني لكن بيدرو يبعد التصل إلى أكرم إلى بغداد للرابع. بغداد يعدي بغداد يمر بغداد لكن الله على عمار لدينا حسين. هنا تسديدة إيتو هداف يتم إعادة. كيف يصنع الخطورة؟ كيف يصنع وكيف يسجل الأهداف في مرمى الخصوم؟ مشعل برشم يتألق ويبعد كرة إيتو التي أبعدت. وهنا لدينا رأسية لكنها أيضا تتخلص. هذا بغداد زعلان لأن كان من الممكن أن يسجل في هذه الكرة وكان التداخل بالنسبة له مع أحد زملاء في نادي السد. لدينا رمية جانبية كرة تصل ناحية بيدرو. لا زال السد بالثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لكن شوط حلو. شوط لم أكن أتوقع أن يتغير حاله، تتغير أموره، يكون شكله بهذه الصورة. نعم عندما سجل قطر، عندما تغير شكل قطر، عندما قال قطر لنا كلنا هنا على مستوى بطولة الدوري ترى نقدر نلعب، ترى عندنا ما بيننا وبين السد فارق كبير، لكن كان علينا أن نؤمن بأنفسنا، أن نؤمن بقدراتنا، أن نؤمن بأننا نستطيع أن نهاجم ونسجل في مرمى السد. نعم على كل لاعب أن يعرف ويعلم بذلك. صافرة محمد الشمري معلنة نهاية أحداث شوط أول جميل ما بين السد وقطر 3-1. يتقدم الزعيم على الملك هنا في السد. اسحنا متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكأس الرياضية. نأتيكم هنا من خلال أحداث شوط اللقاء الثاني، اللقاء الذي يجمع ما بين نادي قطر أمام نادي السد. قطر متأخر بهدف مقابل 3 أمام نادي السد في شوط أول ممتع هجومي. أهداف غزيرة كانت موجودة وجميلة أيضا كانت حاضرة. شوط أول إن كنا نقسمه بأرباعه الثلاثة فإن السد كان له ربعين وكان لنادي قطر الربع الأخير من شوط اللقاء الأول. شاهدنا أهداف غاية في الروعة، شاهدنا تحركات مثالية، شاهدنا تشابي أكرم بغداد كالعادة، شاهدنا إيتو حسين علي دخوله غير كثيرا من نادي قطر، بل إنه على ما أعتقد وكما أشاهد وأرى إنه حتى غير من شكل مدرجات نادي قطر. هنا لدينا البداية لكنها إلى خارج أرضية الملعب. أذكركم مشاهدين الكرام بتشكيلة الفريقين. نعم ما بين الاثنين هذا لا يتعور، هذا لا يصاب. ورانا بيرسوبولس، ورانا بيرسوبولس. خليك جاهز يا وحش يا ذيب يا بغداد، خليك جاهز لبورسو بيرسوبولس. لكن أذكركم كما ذكرت بأن لدينا نادي قطر يأتي بجاسم الهيل، علي جاسمي، عمار حسين، محمد الجابري، رامي فايز، وسط الملعب أحمد معين، عمر العمادي، علي عوض، ودخول حسين علي، أسامة أومري، وصامويل إيتو. سلامات لعبد الكريم في شيء ما في شيء، سدد الكرة وزلق زلق زلق. نعم 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 سلامات للاعب عبد الكريم حسن. عموما هذه كانت تشكيلة نادي قطر. بالنسبة للسد لدينا مشعل برشم، حامد اسماعيل، بيدرو، خوخي بوعلام، عبد الكريم حسن، جابي، سالم الهادري، تشافي، علي اسد، اكرم عفيف، وبغداد بنجاح. لم يأتي بأي تغيير
نعم نادي السيد، في حين ان نادي قطر اجرى تغيير واحد، خروج راشد محمد رقم 92 في الشوط الاول عند الدقيقه 38 ودخول اللاعب حسين علي بالرقم 9 اللاعب المحترف العراقي نعم في تشكيلة القطراوية في الجهة اليمنى. قطر الأول لدينا محاولة ركلة جزاء نعم تأتي مبكرة في شوط اللقاء الثاني. شوف الله، خذوا هات خذوا هات، تعال 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 من عمر العمادي يمسك علي أسد وركلة جزاء نعم محتسبة تأتي على نادي قطر. وبغداد منجاح للهدف رقم 15، عارفين 15 جول لما نقول احنا في السنوات الماضية لاعب سجل 15 يعني احنا عند الجولة 19 الجولة 18، لكن الحين احنا عند الجولة 5-6 نمسك الخشب ما شاء الله تبارك الله. بغداد منجاح للهدف رقم 15، جول جول وعدت على بغداد منجاح. الحين بقول لك عيني حارة، الحين بقول لك لا والله بغداد هو من أضاع الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب وضعها بعيدة تماما. ليست العادات ليست العادات من بغداد منجاح الكرة إلى خارج أرضية الملعب. لدينا الآن كرة أخرى ركلة جزاء ضائعة بالنسبة للسد، الكرة تعود لمصلحة قطر. هل يكمل؟ هذا سؤال مهم، هل يكمل قطر ما انتهى به شوط اللقاء الأول؟ أمر سيكون غاية في الصعوبة أن تلعب كما فعلت في الشوط أو في آخر ربع ساعة من شوط اللقاء الأول أمام نادي بحجر السد ويضيع ركلة جزاء. الآن بغداد منجاح احتسبت لعلي أسد، لدينا كرة أكرم إلى 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 جابي، جابي إلى حامد، حامد إلى جابي، جابي يحاول لا زالت لديه الكرة يعيدها إلى سالم، سالم إلى جابي، جابي لا زالت لديه الكرة يبحث يمرر، هنا لدينا الكرة ناحية جابي، جابي مع حامد تصل لحامد، حامد يلعبها العرضية الله على كرة غاية جابي إلى خارج أرضية الملعب. هنا يضيع وجاسم الهيل، الله على جاسم، لكن كل شيء حلو، تمريرة جابي، عرضية حامد، رأسية بغداد، تصدي لدينا جاسم الهيل، كل شيء كان رايح وجميل في الكرة الماضية. الله على ردة الفعل من جاسم الهيل الذي يبعدها بهذه الطريقة قريبة قوية رأسية، لكن حتى الآن بهدف واحد اليوم فقط لا زال بغداد منجح. رأسية خوخي يعدي علي أسد يكسب خطأ من أمام علي جاسمي. 5 دقائق شاهدنا فيها 3 فرص حقيقية لنادي السد ليسجل من أهداف، تخيل 5 دقائق في الشوط الثاني. السد أضاع ركلة جزاء، السد أضاع رأسية سهلة للغاية لعبها بغداد في المكان الذي يتواجد فيه جاسم الهيل. محاولات عدة، تسديدة جابي، كلها هذه الأمور حدثت فقط في 5 دقائق مشاهدينا. الكرة للاستلام، يأتي جافي يسدد في المرمى، لكن التصدي كان حاضرا من يستاهل جول علي سواه، علي سواه جافي يستاهل جول، يعني ركلة جزاء يعني بغداد خلاص انت هداف الدوري، يعني مو محتاج ركلة جزاء زيادة، فخلي جافي مثلا يستحق اليوم ان يسجل هدف يتوج به ما فعله في شوط اللقاء الأول وما يقدم حتى الآن في شوط اللقاء الثاني. حامد إسماعيل كرة لأكرم،
السلام موجود، يبحث عن أحد الزملاء، بالفعل يجد عبد الكريم حسن في الجهة اليسرى، ينقلها أمامية لعلي أسد. هنا علي أسد لديه الكرة، يمرر في وسط الملعب. الله، من أجابي إلى جابي، جابي إلى أكرم، أكرم أكرم أكرم. الله الله، تفويتة بغداد، الله، تهزيلة علي أسد. هذول يبجحون لكنهم لا يسجلون، لربما يعاقبون بهدف ثاني في مرمى برشم. الآن لدينا محاولة لكنها تعود، تصل مرة أخرى لمصلحة نادي السد. كرة في الجهة اليمنى عن طريق عفيف، وصلت إلى جابي. جابي، محاولة أخرى، كرة أخرى، عمل آخر يقوم فيه به الزعيم الآن أمام نادي قطر، اللي يبدأ شوط اللقاء الثاني كما بدأ به شوط اللقاء الأول. البداية نفس البداية، يعني أنت تبدأ نفس اللي كنت تسويه في الشوط الأول، فلا تتوقع نتيجة مغايرة. أنت فاهمين؟ اللي كنت تسويه في الشوط الأول في البداية كليت ثلاثة، الآن تعمل نفس الأمر، مسلم الخيط والمخيط لنادي السد. ونادي السد يعني ما أدري، الكرة مرادية تدش في مرمى نادي قطر. نعم، بالفرص التي تأتي هنا لدينا أكرم، محاولة عرضية لكنها قوية، نعم، من أكرم، مرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، إلى رمية جانبية. هذه الكرة، وهذه الله، شوف تفويته، يا عين، يسلطنون، يطربون، يغنون، يلحنون، إنهم السداوية هنا على أرضية ملعب سحيب بن حمد. كل يعني الموسم الماضي كنا محظوظين بالدحين والطرب اللي كان يقدمه، الآن السد وكأنه يعني انت السد، تقول للسد في نادي لعب احلى منك، تقول للسد في نادي كسر الارقام اكثر منك، تقول للسد انه اجمل كره لعبت لدحيل الموسم الماضي، يقول لك هاك خذ وشوف، استمتع، خذ طرب، خذ اهداف، خذ ارقام قياسيه لن ترى مثلها على الإطلاق. كرة في الجهة اليمنى، الآن تأتي الكرة تتحول وبعد ذلك تعود عن طريق صامويل إيتو في الجهة اليمنى. أسامة أومري، لا يوجد أحد داخل منطقة الجزاء على الإطلاق، ما في حد موجود. كرة تصل، كرة في وسط الملعب، بمعدل نادي السد الآن على مستوى التهديفي، تخيل معدل السد التهديفي في كل مباراة 4.5 أهداف، معدل السد في كل مباراة 4.5 أهداف. بهذا المعدل إذا ما انتهت بطولة الدوري فإنه مرجح أن يكسر رقم الاتحاد اللي سجله في الموسم الماضي 86 هدف، وأن يصل السد إلى الهدف رقم 106 أهداف في 22 جولة. يعني من الممكن جدا أن يفعل السد ذلك بهذا المعدل الرهيب الذي يفعله الآن نادي السد في كل مباراة يلعبها. لدينا خطأ يأتي الآن، خطأ يأتي لمصلحة نادي السد بعد سقوط. لدينا بغداد منجح في مكان قريب للغاية، تتكلم عن قرابة 21 متر، يعني 21 متر عن مرمى جاسم الهيل في مكان ممتاز. وهنا الحديث، نعم، مع حكم اللقاء سنشاهد الآن، نعم، 22 متر
على مرمى حارس المرمى جاسم الهيل. خطأ آخر، خطأ آخر، هل يسجل الآن؟ الخطأ الأول تذكرونه في الشوط الأول، اصطدت بالحائط وسجل حامد إسماعيل أول الأهداف. الآن تشافي هو للرابع يسعى، هو للرابع يريد، هو يريد أن يتوج ما كان يفعله من كرات جميلة، من عمل جماعي غاية في الروعة في وسط الملعب. المايسترو للزعيم الحالي هو تشافي، العقل المدبر جاسم الهيل. تشافي الله فعلها، توج ما كان يفعله في أرضية الملعب. كبير هو كبير، تشافي هو تشافي، يسجل، نعم يسجل الرابع، نعم هو الرابع، يفعل ذلك، يستمتع بذلك في مرمى قطر. الزعيم السد ما له حد يوقف، أبدا ما له حد يوقف على الإطلاق بهذه الطريقة من الداخل من الشبكة. نعم جيبها جيبها معاك يا جاسم الهيل، هو رابع الأهداف بقدم جوهرة، وياهي من جوهرة. إنه تشافي يفعل ما يريد كرويا من خلال هذه المباراة. 4-1 رغم ضياع ركلة الجزاء كادت أن تكون 5، رغم ضياع الضياع كانت ما نبي، لكن هي 4-1 الآن. السد يسجل الرابع في نادي قطر، 4. لحد يغلط غلطة العرب، لحد يغلط غلطة العربي، لحد لا تبيع الموضوع، لا تبيع السالفة، لا تبيع الموضوع. أنا أقول لك يعني ما لا تقول هي خاربة، خلينا نحميها. ترى إذا عميتها مع السد ما راح نشوف على الإطلاق. لديها رمية جانبية، ومن حسن حظ باتيستا بأنه أتى في هذا التوقيت. ليش؟ خلني أقول لك شغل لكن بعد هذه الكرة عساس نبخبخ معاكم أكثر بالموضوع اللي راح نطرحه، ونسمع آراءكم أيضا من خلال هذا الموضوع. توقيت باتيستا بعد السد، بعد السد خلي نشوف. هنا لدينا طبعا هو تغيير راح يصير في مصلحته، لكن لدينا الان الكره التي تلعب وصلت لمصلحه تشافي. تشافي يبحث، يجد خوخي موجود، يجد جافي حاضر، يبحث جافي لبيدرو، بيدرو يعيدها لدى جافي. الكره في وسط الملعب، حامد اسماعيل في الجهه اليمنى ياتي بالاستلام، يعيدها الى بيدرو. لا يستعجل السد، لا يكسب كرته بسهوله، يصبر، ومن صبر نال دائما، هكذا ما نقول. عموما الان الكره هدات قليلا. انا اقول لك ليش سيرخيو باتيستا وجوده او توليه الاداره الفنيه لنادي قطر بعد مباراه السد. ليش؟ لان في ذهننا راح يكون ايش؟ لا يوجد أسوأ من هذا لقطر، لا يوجد أسوأ من ذلك في قطر. فلذلك كل ما يفعله باتيستا فيما هو قادم سيكون أمر إيجابي، سيكون أمر جيد، وإن كان ربما تحسن طفيف للغاية، لكن بعد لقاء السد أكيد سيكون أمر ملاحظ للغاية. هنا علي عوض مجلوف واقع على أرضية الملعب، سلامات. ساعة من اللعب مشاهدينا تمر على أحداث هذا اللقاء. من حقك نعم افرح، ابتسم، خليك سعيد، من سداوي وفي وبينه يعني ما أدري، لكن ما أدري إلا أقل 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 مشجع، ما شاء الله، ها أنا بقول ما شاء الله، أقل مشجع في قطر، ها ما وتبارك الله، يعني عندهم فريق، لا 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 ضغط، لا سكر، لا لا ديسك، لا لا يعني زهايمر، لا شيء، ما في جا
تشجع السيد ما تجيك الأمراض، أمورك طيبة، لأنك كل يومين ثلاثة فرحان، كل يومين ثلاثة سعيد، كل يومين ثلاثة مبتسم. نعم، فبعيدة عنك هذه الأمور. والله يعين، والله يعين اللي إيه، والله الله يعين البقية اللي رعاش، وصلوا للرعاش. هنا لدينا الآن محاولة في الجهة اليسرى، والكرة بعد ذلك سقوط يأتي بخطأ، يأتي لمصلحة أكرم عفيف، وبطاقة صفراء لعلي جاسم، بطاقة صفراء تأتي لعلي جاسم بعد عرقلته لأكرم عفيف، وهي البطاقة الصفراء الثانية في المباراة بعد اللاعب أيضا القطراوي الآخر عمار حسين المدافع اليمني في صفوف نادي قطر. هذا علي جاسم، علي جاسم والبطاقة الصفراء، سبع أهداف. نعم حسين علي هدفين، عندك أحمد معين عنده هدف، إيتو مع هدف اليوم عند الهدف الثاني، هدف بالكعب وهدف على الطاير، أهداف جميلة يسجلها سامويل إيتو مع نادي قطر. أحمد معين كما ذكرنا، علي عوض عند هدف، أسامة محمود أومري عند هدف، والكبيس الغايب عن هذه المباراة أيضا عند هدف. هؤلاء كل الأسماء التي سجلت لقطر هذا الموسم. كرة بالجهة اليسرى، محاولة لكنها بالخطأ، لكن في السد عندك اثنين، تدري كم سجلوا؟ يعني عندك أنت بغداد عند 14 وأكرم عند 8 بعد الأهداف اللي سجلت اليوم. إذا بمعنى ذلك انه 22 هدف للاعبين فقط، لاعبين من السد سجلوا 22، وبقيه لاعبي السد مجتمعه كلها سجلت 8 اهداف، 8 اهداف، 2 يعني اكرم، وعندك بغداد 22 هدف، وكل لاعبي السد سجلوا 8 اهداف، من حامد، من اكرم، من جافي، من سجل بعد عندك من وعلام، من كل هذه الامين الكوري ايضا، كلها هذول سجلوا 8 اهداف. هنا لدينا خوفي، لدينا سالم الهاجري ممتازه، لدى علي اسد، علي ينقلها في الجهه اليمنى الى حامد اسماعيل، لكن كره حامد اسماعيل وصلت الى جاسم الهيل. هنا كرة إيتو خاطئة من إيتو إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. لدينا تبديل يأتي آخر بالنسبة لنادي قطر، خالد مين؟ خالد محمودي يأتي في تشكيلة نادي قطر، وخروج اللاعب رقم 11 علي عوض. خالد محمودي هو الاسم القادم، وعلي عوض هو الاسم المغادر في تشكيلة نادي قطر. رمية جانبية تنفذ الآن سريعا، الكرة التي تصل في وسط الملعب سهلة لجابي، جابي أمامية لأكرم لكنها أطول من اللازم، وصلت إلى جاسم الهيل، إلى جاسم الهيل الجابري. عمر العمادي يلف ودور بصورة ممتازة، حسين علي، أحمد معين، نقلات لمصلحة نادي قطر. خالد محمودي البديل يعيدها إلى أحمد معين في وسط الملعب، حسين علي تأتي الآن لعمر العمادي، لحسين علي الاستلام، الضغط الحاضر، ومن ثم الكرة تعود مرة أخرى، وصلت لمصلحة نادي قطر. عمار حسين تصل بعد ذلك إلى أحمد معين، خالد محمودي، نقلات قطراوية ناحية أسامة أومري، لكنها إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. أومري السوري ما شفناه، ما بين. أسامة أومري لاعب طراز جميل جدا، يعني تتحدث عن لاعب يحتاج إلى مجموعة، يعني أحيانا لكي تتألق بعض الأسماء يعني تحتاج إلى من يعينها في 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 في, في الملعب، يعني محتاجة إلى مجموعة تكون حاضرة. هنا الكرة تبعد من أحمد معين، ممتاز
للغاية. الكرة في الجهة اليمنى، علي جاسمي يبحث، تصل إلى حسين علي، حسين السلام موجود، نقلة أمامية، علي جاسمي عرضية إيتو، موصلة بيدرو يبعد للأمام ناحية أسامة أومري، السلام ممتاز من أسامة، ينقلها في وسط الملعب لعمر العمادي، من العمادي إلى أحمد معين، معين لديه الكرة ينقلها إلى عمر العمادي مرة أخرى، حسين علي نقلات حاضرة موجودة والكرة العرضية وإيتو، الكعب شغال، الكعب شغال، هو ناوي، هو ناوي أهدافه كلها متعة، أهدافه كلها جمال، لكن هذه المرة، هذه المرة ما ركبت، ما مشت، كادت، لكن الكرة مرت وعبرت وتحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي السد، لمصلحة نادي السد. نعم، آخر لقاء جمع الفريقين في الثالث من فبراير 2018 عندما انتصر السد على نادي قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وفي الموسم الماضي تحديدا في القسم الأول، تخيل أن قطر هو من انتصر على السد بهدف مقابل لا شيء، بهدف مقابل لا شيء، بأهداف الأربعة يصبح في مرمى نادي قطر 15 هدف وسجل 8. بنتيجة النتيجة الحالية الآن التي نشاهدها أمامكم، الكرة تصل في وسط الملعب، أحمد معين ينقلها بالجهة اليسرى إلى رامي فايز، تصل إلى أومري لكنها إلى خارج أرضية الملعب، أسامة أومري، هذا يوسف النوبي اللي جاء بعد عبد الله مبارك الذي تم إقالته. إذن سيكون ثالث مدرب سيرخيو باتيستا يمسك نادي، اي نعم هذا سبحان الله، قلنا اسمه جاء، شوف نظرته مدرب، ها يطالع يراقب يشوف، يعني ها يطالع يعني يرى انه ماذا سيفعل باتيستا في الأيام القادمة، وأعتقد سيسعف ربما في مدين اللي جاية في شهر 10 أيضا، يعني راح تسعف باتيستا لأن يرى أكثر لاعبته ويضع بعضا من يعني ما لديه في 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 لعيبة نادي في نادي قطر. لدينا سالم الهاجري، عجبني اليوم، عارف اللاعب السايلنت، اللاعب اللي يؤدي دوره بهدوء لا يلحظ الا الفني، على فكره اليوم سالم يعني عامل راحه كبيره للاعبي خط وسط نادي السد، غير ملحوظ هذا الدور لكنه دور مميز يقوم به بشكل رائع للغايه. الكره تصل الان، عمار حسين ينقلها في الجهه اليمنى، تصل لمصلحه اللاعب علي جاسمي الى خارج ارضيه الملعب. السد اذا يعني هو في طريق للانتصار يعود الى النقطه رقم 16 ويعادل بذلك لتحيل، يصبح الاثنين طبعا يغردون خارج السر، ومن موسمين ثلاثه اربعه اربع يمكن مواسم وهم على نفس الحال اكثر اقل بشوي، نعم هم بس حاضرين يعني من بعد ما فاز الريان، تذكرون بدوري الريان، وعقبه خلاص الامور بينها الاثنين، يعني انت مره فوق انا يعني انت دوري ومره انا دوري، لا انت مرتين دوري لا انا ارجع مرتين، انت تاخذ بطوله كاس انا اخذ، يعني الاثنين والبقيه في عالم اخر حقيقه، الكل في عالم اخر، ما بين السد والاتحاد دوري وما بين العشر أندية الأخرى دوري آخر، دوري آخر. نعم، ركلة مرمى، ركلة مرمى، هذا حسين علي، هذا حسين علي من سدد الكرة الماضية التي ذهبت إلى خارج أرضية الملعب من المباراة الأولى أمام نعم يعني وقطر لم يحقق انتصار غير انتصار الجولة الأولى، غير البداية، غير الافتتاحية
نعم غيرها ما عمل شيء، وكانت أمام الغرافة تلك المباراة. وبعد ذلك يعني كان تعادل الخور، والآن يعود إلى نصف النقاط. لدينا الآن جابي ينقلها في الجهة اليسرى، وصلت لدى أكرم عفيف يعيدها إلى سالم الهاجري. يمررون يلعبون الكرات، ما عندهم أي مشكلة. علي أسد إلى جابي، يعيدها ناحية بيدرو. بيدرو مع حارس المرمى، بالفعل تصل إلى مشعل برشم، هو بدوره ناحية خوخي وعلام. نعم وعلام موجود، هذا أكرم موجود، لدينا بغداد موجود. عرضية، الله على هذه الكرة اللي لعبت من عبد الكريم حسن ناحية علي أسد، لكنها لم تصل لعلي أسد. هذا حامد إلى جابي، جابي ناحية خوخي، في خوخي من مسافة بعيدة يسدد الكرة ناحية جاسم. جرب حظه، يشوف أموره، هل هو قادر مثلا تركب معه؟ يعني خلوني أجرب معاكم، ممكن تمشي تركب أسجل الهدف الخامس. لكن وصلت إلى جاسم الهيل، إلى جاسم الهيل. تخيل 4-1 النتيجة اللي أمامكم الآن. في آخر 10 سنوات لم تحدث ولا مرة انتهت نتيجة المباراة ما بين السد وقطر ب4-1 في آخر 10 سنوات. في آخر 10 سنوات كان في 4-0 فيه، كان في 3-1 فيه، كان في 5-2 موجود، كان يعني لكن 4-1 لم تكن حاضرة ولم تكن موجودة على الإطلاق. لدينا الآن كرة عمار حسين ينقلها إلى جاسم الهيل. محمد الجابري في الجهة اليمنى، علي جاسمي تصل بعد ذلك إلى عمر العمادي، يعيدها لجاسم الهيل. جاسم الهيل ناحية عمار حسين، السلام موجود. حاسب يعني غلطتك يا عمار بجول، غلطتك يا عمار بجول. هنا لدينا محمودي في الجهة اليسرى. آخر ربع ساعة مشاهدينا، الكرة تنقل لكنها وصلت لدى خوخي بوعلام. تبديل، أرى بأن فريرا يجهز مين؟ تبديل العادات، وهو ياسر أبو بكر. نعم ياسر، تعودنا على الأغلب أن يكون ياسر أبو بكر حاضر في أغلب مباريات السد، أو في الدقائق الأخيرة من أغلب مباريات نادي السد. لدينا سالم الهاجري ينقلها الآن، وصلت لدى جابي. جابي تتحول من أكرم عفيف، تعود بعد ذلك للسلام، يأتي عن طريق شافي إلى سالم. سالم الجهة اليمنى لحامد، حامد نقلات. يعني شوف، خلاص شوف شوف قطر يقول لك لا يعني 4 وخلاص 4 وخلاص 5-6 لا كان يعني الريام احنا مش احسن منه. العربي عمل الموضوع 10، فخلونا على 4 زين، ها خلونا على 4، الامور طيبه وزينه. ما نبي الامور تكبر، ما نبي الامور تكثر. الآن تبديل، عبد الكريم حسن يغادر أرضية الملعب ويترك لا والله هذا الوتر بريك الآن. نعم شوي لعيبة ترتاح قبل نهاية اللقاء بربع ساعة. شوف الكرة التي نقلت في الجهة اليسرى، وعرضية الجميلة لعبت من اللاعب. شوف هذه الكرة لم يكن فيها أي شيء على الإطلاق، لا يوجد فيها ركلة جزاء. ليش؟ لأن لا حد يعني حتى علي أسد ما راح للكرة أو لم يلمس الكرة، ولم تكن الكرة تحت سيطرة علي أسد ليكون هناك ركلة جزاء. وكان اللاعب القطراوي عامل بلوك لعلي أسد، سوء تنفيذ علي أسد للكرة ذهب
والتحم مع اللاعب، لذلك لا يوجد شيء في اللقطة الماضية هنا الآن ربع ساعة فقط وأقل على نهاية أحداث هذا اللقاء، والنتيجة 4-1. هذا يوسف النوبي. يوسف النوبي، واحد يسأل ويقول شوف مين اللي 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 شوف انت شفت اللي صار. تشافي راح يطلع على ما يبدو. نعم تشافي اللي راح يطلع وراح يدخل نعم، وعبد الكريم يطلع، وتشافي الان واحمد ياسر راح يدخل في الوسط. كام تشافي عطى جابي الاشاره، قال له لا يا تشافي، إشارة لا، أنا توني جاي، إشارة هذه أخذها اللي أقدم مني في النادي وعطاها لعلي أسد. نعم جابي شوي ويطلع، يعني هي دقايق ويغادر أرضيتي. لا اللي راح يطلع علي أسد شكله، ما أدري مين اللي راح يغادر، علي أسد ولا جابي. نعم جابي هو الذي سيترك أرضية الملعب، هو أحمد سيار. نعم هو اللي راح يدخل، أحمد سيار يأتي الآن. هذه اللي كنت أتحدث عنه. شوف جابي قال له نو سي سينيور، هو الإشارة حق أسد. شوف جابي وراح وضربه، قال له لا أنا ما أشيل الإشارة، علي أسد هو اللي شوف هذا الموضوع إيش راح يعني كثير لعلي أسد. قطب من أتلتيكو مدريد، قطب من برشلونة، يعني أمر كان جميل ولفتة جميلة من جابي في اللقطة الماضية. رمية جانبية وصلت لدى أحمد معين، عمر العمادي لأحمد في وسط الملعب، الضغط الموجود من أحمد سيار لكنها تتحول في الجهة اليمنى لعلي حسين، منقولة في الجهة اليمنى لجاسمي. الآن وصلت لعلي حسين، يبحث يجد مين؟ لا يجد أحد، لأن حامد إسماعيل أبعد الكرة وأحمد معين أعادها مرة أخرى لمصلحة نادي قطر. هذا خالد محمودي، عادت للعمادي، عمر يعيدها لدى حسين علي، علي جاسمي محاولة الآن منقولة في الجهة اليمنى لقطر الذي يحاول يلعب الكرة العرضية، تتحول إلى ركلة زاوية على يسار حارس المرمى مشعل برشا، على يسار مشعل تلعب الكرة سريعة، علي جاسمي يحاول لكن الكرة مقطوعة من أكرم عفيف، يحولها للأمام، رأسية ممتازة من علي أسد، التدخل يأتي من سيار، أومري يحاول، لا زالت الكرة، أسامة التدخل الموجود لإبعاد الحاضر من سالم الهاجري، النقلات الموجودة علي أسد في الجهة اليسرى، ناحيتي أكرم بغداد أكرم، خمسة، ضاعت كرة الخامس، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لمصلحة نادي قطر. 10 دقائق مشاهدينا على نهاية أحداث هذا اللقاء، 10 دقائق لم يوجد فيها تسلل اللقطة الماضية على أكرم عفيف، مرت من أمام اللاعب بغداد أبو نجاح، كرة خطيرة أخرى لمصلحة السد تضيع. أسامة أومري تصل لسامويل إيتو، هذا سامويل صاحب الهدف الوحيد لنادي قطر بهدف كان جميلا جدا، بكرة مميزة، كرة الآن المنقولة وصلت عن طريق سامويل إيتو، حسين علي محاولة المرور لكن أيضا أبو علام يبعدها، تصل في الجهة اليمنى، لا زالت خطيرة لمصلحة نادي قطر، والإبعاد في اللحظة الأخيرة من بيدرو إلى ركلة زاوية. تبديل آخر يأتي قطراوي بخروج سامويل إيتو ودخول اللاعب رقم 70 وهو علي سعيد المهندي، علي سعيد المهندي
بنيتو يغادر، وعلي المهندي هو الاسم القادم في تشكيلة نادي قطر. أعتقد الأجواء ربما تكون يعني جيدة لحضور المباراة، ليست بالمثالية لحضور المباراة لكنها جيدة، خاصة إذا ما كانت في استاد إسماعيل بن حمد. نعلم كمية الاستثمار الكبيرة الحاضرة في مواقف النادي، في الأجواء المحيطة بالنادي، أحد أجمل المناطق على فكرة. يعني نادي قطر، استاد إسماعيل بن حمد، خارج الملعب بالفعل حياة جميلة للغاية بالنسبة لنادي قطر، استثمار رائع جدا. لكن يعني راح نشوف حسين علي ربما هو الذي يستبدل، لأن آخر تبديل فالخوف لا يستطيع إكمال اللقاء. يقول قادر، يقول يقدر، هو راح يلعب، يبدو بأنه راح يكمل اللقاء. وإيتو الذي سيتم استبداله، هنا فرصة لتقليص النتيجة، لكنها إلى وين؟ مطالبة بركلة جزاء لمصلحة نادي قطر بالسقوط في أرضية الملعب الحديد الموجود، والسقوط الموجود من عمان. خلينا نشوف هذه الكرة الأولى اللي كانت خطيرة لإبعاد كامل جابي، وبعد ذلك عمار حسين. لا يعني خلينا نشوف هذا الاستلام ومن ثم هذه هي اللقطة، هل هناك ركلة جزاء أم لا؟ طبعا هذه اللقطة لها عدة اعتبارات، نعم في تلامس، كان في تلامس، من ضرب الآخر؟ هنا لدينا فرصة للسد، لكنها أيضا ضائعة بتدخل جاسم الهيل. حاول أحمد سيار أن يسجل، نعم الكرة رايحة، سدد الكرة ومن ثم الرجل تابعت. كل هذه الأمور يجب أن تقرأها قبل الحكم على أي كرة طبعا بهذا الشكل. أحمد سيار لديه الكرة، ينقلها للأمام لمين؟ لا أحد على الإطلاق، سقوط في أرضية الملعب. حتى الآن تبديل، خروج حامد إسماعيل ودخول مصعب خضر في تشكيلة السد. إذا أحمد سيار، مصعب خضر، واللاعب الآخر هو لدينا ياسر أبو بكر. هذه هي الأسماء الثلاثة التي الآن نراها مع نادي السد. ثلاث تغييرات تم إجراءها بالنسبة لنادي السد، نعم هي الأسماء الثلاثة التي تغادر الآن. وإيتو أخيرا هو الاسم الذي نعم سيغادر. إيتو هو الاسم الذي سوف يغادر، هو قرار نهائي. وعلي المهندي يعني رأي لي والقيادة إرامي، وإيتو إلى خارج أرضية الملعب، وهو صاحب الهدف الوحيد الذي سجل لمصلحة نادي قطر. هنا إيتو، تاريخ كبير للغاية، هنا بعض من جماهير نادي قطر الدائمة، الحضور نعم التي دائما ما تشجع بالنسبة لنادي قطر. تبديل، تم إجراء التبديل، كرة تنفس. شوف مع فيريرا الحديث مع صامويل إيتو، يشيد طبعا بصامويل إيتو، يتحدث معه أكيد بعد كل هذه. يعني إيتو 37 سنة، إيتو على فكرة مع نادي قطر، إيتو قاعد يلعب
نادي رقم 13 في تاريخه. نادي رقم 13 في تاريخه، واعتقد بانه ربما ما ادري عن اي تعاد، ويبدو بانه سيكون هو النادي الاخير في مسيرة إيتو هو نادي قطر. نعم 13 نادي، تتكلم عن مدريد، تتكلم عن إسبانيول، تتكلم عن ليجانس، تتكلم عن مايوركا، تتكلم عن برشلونة، تتكلم عن الإنتر، تتكلم عن إنجش الفريق الروسي إنشيخلادة، وتتكلم عن تشيلسي، تتكلم عن عدد حقيقة من الأندية، وطبعا تركيا ناديين لعب لها إيتو، والآن مع نادي قطر نجح تسجيل الأهداف في كل الأندية اللي لعبها ما عدا مدريد وإسبانيول، عندما ذهب إعارة الإسبانيول ومدريد فقط لعب أعتقد في تاريخ عدد قليل جدا من المباريات لم يسجل مع مدريد. إنه سامويل إيتو عطاء وقمة عطاء كانت في كتالونيا في برشلونة عندما قاده للانتصارات والأهداف، حقق المجد طبعا مع برشلونة وبرفقة وبمعية تشافي. دقيقتان مشاهدينا على نهاية أحداث هذا اللقاء، ومشعل برشا يقع في أرضية الملعب. السلامات لمشعل هذا النوبي، دقيقتين ويترك القيادة الفنية لسيرخيو باتيستا، دقيقتين فقط ويأتي الأرجنتيني وتحمل. هذا جاسم الهيل، جاسم الهيل الذي يقع في أرضية الملعب، وهذا أكرم عفيف حماد طبعا الزميل العزيز الذي يقوم بدوره من خلال البرنامج فضفض، وهذا اللي راح يفضفض كثير باتيستا، راح يفضفض كثير باتيستا فيما رآه في مباراة اليوم، وما الذي من الممكن أن يصنع باتيستا في القادم. أذكركم بالأهداف، نعم سجل حامد إسماعيل، ثم سجل بغداد بنجاح، ثم سجل أيضا أكرم عفيف، قلص إيتو وسجل من ركلة حرة لدينا تشافي، أضاع أيضا بغداد بنجاح ركلة جزاء في الشوط الثاني، وكانت فرص عديدة ضائعة على نادي السد خصوصا من بغداد وعلي أسد في هذه المباراة. الدقيقة الأخيرة مشاهدينا متابعينا، يعود السد إلى الصدارة برفقة التحيل وبفارق الأهداف، يبقى هو في الصدارة. لدينا الآن الكرة الأمامية، والله على كرة غاية في الروعة الرأسية، لكن مشعل برشا يبعدها إلى خارج أرضية الملعب، رأسية خالد محمودي ممتازة لولا تدخل مشعل. هنا لدينا الاستلام والتسديد، والكرة تبعد من بيده، كرة تبعد من بيده، كرة تصل رامي، خطأ لمصلحة رامي، قائد الفريق رامي، كرة وصلت لدى أحمد معين في الجهة اليسرى، محاولة حسين علي، وصلت لعلي المهندي البديل يسدد كرة، لكنها في أحضان مشعل برشا. ثلاث دقائق يضيفها حكم المباراة محمد الشبري، ثلاث دقائق، ست جولات يحقق فيها الآن السد، خامس انتصار نعم وتعادل وحيد، ويسجل فيها 30 هدف ويستقبل 3 أهداف، هذه أرقام السد الآن، سجل 30 يستقبل 3، 5 انتصارات تعادل 16 نقطة، نعم هو الحال بالنسبة للتحية على مستوى النقطي، ولكن على مستوى الأهداف هناك فارق كبير ما بين الفريقين. هنا لدينا الكرة التي تصل لمصلحة بغداد، أحمد سيام أمامية أكرم، يحاول أكرم، طالت على أكرم إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، شوف هنا الكرة وصلت، حاول أكرم وجاسم الهيل يؤمن كرته إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، كرة تنفذ،
عمار حسين سيبقى رصيد طبعا نادي قطر 4 نقاط في المركز العاشر، لكن هل تنتهي هذه الجولة وقطر عاشر ترتيب، أم أن قطر يذهب إلى المركز 11؟ لأن وارد لو الخور حقق فوز هذه الجولة سيذهب قطر إلى المركز 11. نعم ستكون الأمور صعبة. لدينا الآن محاولة على المهددي يكسب قطر عند الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت بدل الضائع. نعم شوف فكرت علي اللي عنده الخطأ، لكن الخطأ لمصلحة السد. الآن الكرة تلعب، الكرة الأخيرة، الفرصة الأخيرة، المحاولة الأخيرة، الهدف أو فرصة هدف ربما يأتي أخير. ياسر بوبكر تمريرة خاطئة وصلت إلى نادي قطر. هنا لدينا أسامة أومري ينقلها لمحمد الجابري والتدخل الحاضر. خوخي معلا أمامية، أحمد سيام لديه الكرة، يبحث علي أسد، ثواني بسيطة قليلة تفصلنا عن نهاية. الله علي أسد بغداد، ولكن جاسم الهيل يتصدى، والكرة الأخيرة لا زالت موجودة، لا زالت حاضرة، والفرصة سيام. ختامها أحمد سيام يوقع الخامس. خماسيات السد لا تتوقف، خماسيات السد على الإطلاق بهذه الطريقة، الثانية الأخيرة، البديل أحمد سيار يسجل الخامس. انتهت 5، من تحسن من حد الكل، الكيلو 5، الزعيم. لا زالت الذئاب هنا لدينا في الدوري تهاجم الكل وتصم الكل وتسجل في مرمى الكل. السد في الصدارة بخماسية في الملك. بعد فاصل قصير بشار عبد الله، أحمد جمعة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.